هربت لتونس. هذا هي حاجة قوية علي من جماش، هربت واعتبر نفسي لاجئ بيئي من وقتها. عسلامتكم، أنا ياسر الجرادي، تولد في قابس وعشت صغري كل في قابس، وخاصة في شط السلام. شط السلام اللي هي لتو نعتبرها كانت جنة على الأرض، واحة وبحر. حتى لين جانا البرت وعملوا لنا معمل كيميائي بحذانا عادي، ومن الأول ما فقناش بالخطر نتاعه. ذكر واني عمري 6 سنين و7 سنين تعلمت نعوم في بحر شط السلام، ندخل لوطة ونحل عيوني والحوت والحشيش وحاجة تعمل كيف. حتى بشوي بشوي ولا عمك البرتي يخر كشر على أنيابه، وبدي يبدل هكا شوي في البيزاج، بدي يشرب في برشامي. أنا واحد من الناس خسرت بوبايا وأمي وثلاثة أخوالي أمراض سرطان وأمراض تنفس، لكن قعدت ديما صغري كتصاور المزيانة هذيك الكل في شط السلام. وقعدت حتى في الموسيقى اللي نعمل فيها، ولا ديما نجبد في حاجات من غادي، ديما نحب نحكي على حاجات غادي. قعد لي كانوا دين عليا البلاصة المزيانة هذية أني نتكلم عليها، على الأقل على الأقل نساهم في درجة الوعي للشباب، يفهموا خطورة الموقف ويفهموا اللي هم البلاصة اللي عايشين فيها كانت جنة بأتم معنى. فما وجدنا قاعد نبدأ حياتكم بشكل صحيح في راحتنا وفي طبيعتنا الجميلة.